عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، نحييكم من فضائية الخرطوم إلى المشهد الإخباري في مستهل عناوين الأخبار. إلى البلاد بعد مشاركته في أعمال القمة الصينية العربية بالرياض. وللخرطوم المكلف يقف على المراحل الأولية لتأهيل مركز أبو حليمة للتنمية المجتمعية ببحره. رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق والركن عبد الفتاح البرهان إلى البلاد بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، شارك خلالها في أعمال القمة الصينية العربية التي استضافتها الرياض الجمعة، والتي رافقه خلالها وزيراء المالية والخارجية. أوضح وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق في تصريح صحفي إن مشاركة رئيس مجلس السيادة في القمة الصينية العربية للتعاون والتنمية كان لها جانبان، تمثل الأول في موضوعات القمة التي حددت أطر التعاون العربي الصيني ومجالات تنفيذها. وقال إن القمة خرجت بثلاث وثائق مهمة شملت مشروع إعلان الرياض ومشروع وثيقة الخطوط العريضة للتعاون بين الصين والدول العربية، التي حدد من خلالها الرئيس الصيني ثمان مجالات ينبغي الإسراع في تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة، إلى جانب الوثيقة الثالثة المعنية بتعميق الشراكة الاقتصادية الصينية العربية. شاركة السيد الرئيس في القمة كان لها جانبان، الجانب الأول يتعلق بموضوعات القمة وممكن أن نجملها في تحديد الصيني ومجالاته وكيفية تنفيذ هذه المجالات. خرجت القمة بثلاثة وثائق مهمة، الوثيقة الأولى هي مشروع إعلان الرياض ولخص ما تم التداول حوله والاتفاق عليه، والوثيقة الثانية هي مشروع وثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وهذه أيضا تدخل في تفاصيل أكثر في الخطة. والرئيس الصيني في هذا المجال حدد ثمانية مجالات ينبغي الإسراع في تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة، تشمل التنمية والابتكار وإلى آخر قائمة من هذه الثمانية نقاط. وأخيرا الوثيقة الثالثة هي تعميق الشراكة الاقتصادية العربية الصينية، حددت هذه الوثيقة تتعلق بالشراكة الاقتصادية فقط، وطبعا زي ما ذكرت أنا هناك جوانب أخرى غير الجوانب الاقتصادية في التعاون العربي الصيني. وقال وزير الخارجية المكلف إن الجانب الآخر لمشاركة البرهان في القمة تمحور في اللقاءات الثنائية المهمة، وعلى رأسها اللقاء مع الرئيس الصيني ومع ولي العهد السعودي والرئيس المصري. الجانب الآخر لمشاركة السيد الرئيس في هذه القمة يتمحور حول اللقاءات الثنائية. اللقاءات الثنائية كانت هامة جدا، وكان أهمها لقاء السيد الرئيس مع الرئيس الصيني، وتناول العلاقات الثنائية في الفترة القادمة وتجديد الشراكة السودانية الصينية وبعث روح جديدة فيها، بحيث يتمكن الجانبان من تحقيق الأهداف الكانت مرصودة لهذه الشراكة بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين. لقاء السيد الرئيس مع ولي العهد السعودي تناول العلاقات الثنائية، حيث أمن ولي العهد السعودي على وقوف المملكة العربية أبد الشروع في تنفيذ استثمارات ضخمة بمليارات الدولار في السودان. كل اللقاء مع السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تناول العلاقات
الصداقة القديمة والقوية والممتدة بين السودان ومصر في كافة الجوانب، خاصة احتياجات السودان للكهرباء، الربط الكهربائي والسكة حديد والطرق والمنافذ وغيرها من جوانب التعاون السوداني المصري. أعلنت الآلية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي عن دعمها ومساندتها للاتفاق السياسي الإطاري الذي تم التوقيع عليه مؤخرا، والذي يتماشى مع أهداف الآلية الرامية لتأسيس منصة حوار موسع يشمل كافة أهل السودان. قال رئيس الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي أحمد الطيب زين العابدين خلال المؤتمر الصحفي الذي تم خلاله تدشين الآلية التي تشمل المنصة الوطنية، منبر الجامعات السودانية والآلية القومية. قال إن الآلية تهدف لدعم وتشجيع كافة المكونات السياسية والاجتماعية، وذلك من أجل الوصول لتوافق سياسي موسع بغية تحقيق تطلعات أهداف ثورة ديسمبر المجيدة الرامية لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية. من جانبه قال عضو الآلية عبد الله آدم خاطر إن الآلية تعمل على دعم لم شمل أهل الوطن وجمع شتاتهم من أجل المساهمة في مشروع البناء الوطني والالتفاف حول الاتفاق السياسي من أجل العبور بالفترة الانتقالية. طبيعة الحال السودان اليوم يمر بمرحلة انتقالية تمهيدية، وهي تؤسس لواقع يعني الانتقال الديمقراطي، ولذلك يعني هذه مرحلة يجب أن تسند يعني بكل القوى السياسية، القوى المدنية والقوى الأهلية المختلفة، وليس بالضرورة أن تكون هذا التحول يعني دعم بالتأييد فقط، ولكن يعني بالنقد البناء وبالإفاضة في التجارب والحوارات المختلفة. الآلية القومية هي مجموعة بتاعت كتل من أبناء هذا الوطن يزعو أن لجمع الشمل على أساس أنه يكون رأينا واحد كلنا ومرتكزنا الأساسي لا عداء لا كراهية، نمد أيدينا بيضاء من غير سوء لكل أبناء هذا الوطن. دعا بروفيسور أوشيك أبو عائشة نائب رئيس الهيئة الاستشارية لشرق السودان، دعا للاستماع لأهل المصلحة الحقيقية لشرق السودان. وقال أوشيك في منبر سونا إن المجلس الاستشاري هو جهة خدمية استشارية لا تتبع لأي قبيلة أو حزب سياسي أو حكومي، يضم مجموعة من المستنيرين من أبناء شرق السودان آلوا على أنفسهم تقديم أوراق علمية واستشارية وطرح الحلول التي استعصت على السياسيين فيما يختص بقضية شرق السودان. ناشد أوشيك الأحزاب السياسية إلى التوحد وعدم استخدام ملف قضية الشرق في تصفية الصراعات السياسية، والحرص على كل من يحقق أو ما يحقق مصلحة إنسان شرق السودان، مع التركيز على المشروعات التعليمية والصحية وتوفير مياه الشرب النقية لإنسان الشرق. من جانبه دعا يوسف عمارة أبو السن عضو الهيئة إلى ضرورة المحافظة على السلم الاجتماعي وردق النسيج الاجتماعي. مشاكل الشرق وتتاجر بها، أول الأحزاب السياسية لم تولي اهتمام بهذا الأمر اللي هو قضايا التوظيف والتمييز الإيجابي، حتى في اتفاقية جوبا لم تذكر هذا الأشياء، وإنما يعني فيها نص صريح حقيقة يعالج هذه المشكلة، وحتى إذا كان وجد نص يعني التطبيق يبقى المشكلة مع الحكومات. إدارة الموانئ البحرية دي برضو من المشاكل الكبيرة، نحن دارين أن مشكلة الموانئ دي لازم تأخذ اهتمام خاص من قبل منظمات المجتمع المدني، ولن نترك هذا الأمر للأحزاب السياسية التي تتاجر وتستمسر في مرافق شرق السودان. وبالتالي هنا
إدارة الموانئ البحرية لابد أن تكون هنالك منظمة من منظمات المجتمع المدني من الولايات الثلاث تولي اهتمام خاص تقدم المصلحة القومية في إطار حل هذه المشكلة، لأن الموانئ يا جماعة الآن مستهدفة، موانئ السودان كلها مستهدفة وليس واحد ولا اثنين، موانئ السودان كلها مستهدفة، ولا بد أن المجتمع المدني يأخذ مبادرة زمام المبادرة لحل هذه المشكلة. أيضا من المحاور الأساسية التي ينبغي الاهتمام بها الحكم اللامركزي والفيدرالية المالية من حيث الملائمة لشرق السودان. وقف والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة على بداية أعمال تأهيل مركز أبو حليمة للتنمية المجتمعية وتخفيف حدة الفقر. تأتي الأعمال في إطار الجهود التي قادتها ولاية الخرطوم مع أصحاب المصلحة إلى إعادة الحياة للمركز. وأكد والي الخرطوم أن الولاية تعول على مراكز التنمية الاجتماعية لرفع قدرات المرأة الريفية في مجال الإنتاج وتدريب الخريجين والشباب على كيفية إدارة وإنجاح المشاريع الإنتاجية الصغيرة. تعهد حمزة بدعم اللجان المعنية بتطوير المركز حتى تكتمل مراحل التأهيل وفق رؤية مستقبلية تمكن أهالي القرى للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور الشراكات مع القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال من أبناء المنطقة ومجلس أمناء المركز للاستثمار لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة مثل البيوت المحمية ومصنع الآليات والمياه المعدنية. قال إن حكومته تعمل على وضع خطط الظلم عنه. في أي احتياجات اترصدت في المدارس أي حاجة نستلمها الآن ونعمل لها معالجات، لو ما في العشرين يوم دي إن شاء الله في السنة الجديدة. ونحن دايرين نقول يا جماعة الخدمات في هذه المناطق ده واجب حقنا، يعني ما حاجة بتاعت إنه زول يعني يجي نمون عليه ولا حكومة الخرطوم تيجي تقول لي أنا بعمل لك، لا هو مفروض الناس يجوا يتفقدوا، وده منهج نحن شغالين به في حكومة ولاية الخرطوم، الناس يمشوا يقيفوا على الخدمات ويشوفوا الاحتياجات قبل ما المواطن يجي، لأنه المواطن يا جماعة تعب وما مفروض يشيل ورقته يمشي مثلا محلية بحري هناك عشان يطرح موضوع ويلقى دورة مستندية ولا إجراءات طويلة، لكن من الناس المسؤولين يجوا في محله ويعرفوا الخلل ويعالجوه بيكون المعالج أسرع. وفي السياق الذاتي قال مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق حسن فريني إن مركز أبو حليمة يعد من أكبر المراكز المعنية بتنمية الريف على مستوى الولاية، وأشار للإهمال الكبير الذي لحق بجميع أقسام المركز. قبل ما نجي نقعد السيد الوالي صراحة نقول لك من جوه كده تم حوار عميق جدا مع الشباب الموجودين في أبو حليمة، يعني هذا الصفاء الذي تراه الآن قبله كان في نقاشات في غاية الصعوبة، لكن وصلنا إنه الكلام اللي بنقوله نحن رأي والكلام اللي بيقولوه هم رأي أن نتلاقى في النص، والكلام اللي سمعته هو مقدار التلاقي في النص من الشاب الجميل الكبير، ونحن نقول له والله شاب كبير شوية، شاب كبير شوية اللي يتحدث باسم يعني التغيير والخدمات ويتكلم بمجلس الأمنة هو مقدار التلاقي في منتصف الطريق بين ما نريد وبين ما يريدون. في النهاية المصلحة إنسان أبو حليم وإنسان بحري، نحن والله يا سيد الوالي بنقدم لك الخطوة دي منتظرين منك الإشارة، وقلنا معك سياسك العامة اللي هو إعادة إحياء المؤسسات المتوقفة عندنا تحديدا في وزارة التنمية الاجتماعية وبتشمل بصورة أساسية قطاع التشغيل. عقد والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة اجتماعا مع هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بغرض متابعة ومراجعة برنامج الهيئة لصيانة الطرق التي تدهورت في فترة الخريف،
وتعرضت لآثار كبيرة على نطاق واسع من أنحاء الولاية. قال والي الخرطوم إن الوضع الحالي للطرق يتطلب تحركا سريعا من الهيئة على كافة مستوياتها لاستعجال أعمال الصيانة وفق برنامج إسعافي، خاصة وأن حركة السير في الشوارع صارت بطيئة بسبب الحفر والمطبات. وطالب حمزة الهيئة باستنفار كل الشركات العاملة ووضع جدول زمني تلتزم به كل الأطراف، مع إعطاء أولوية للطرق الرئيسية والطرق ذات الكثافة المرورية وتلك التي تسلكها وسائل النقل والمواصلات والمؤدية لمواقف المواصلات. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نواصل الأخبار من فضائية الخ... قال نائب حاكم إقليم دارفور محمد عيسى عليوة إن الإسلام قيم المرأة وعززها، إلا أن هناك ممارسات خاطئة في حق المرأة من بعض المجتمعات، وهو سلوك يجب أن يقاوم لأنه يجافي الشرع. جاء ذلك لدى مخاطبة الاحتفال الذي نظمته حكومة إقليم دارفور بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي جاء تحت شعار كوني آمنة برعاية الأمانة العامة لحكومة إقليم دارفور، مضيفا أن الممارسات الخاطئة يجب أن توقف فورا لأنها تجافي الواقع. وطالب بسن قوانين رادعة المرأة. من جانبها قال التوحيد عبد الرحمن الأمين العام لحكومة إقليم دارفور إن مناهضة العنف ضد المرأة أمر مهم، خاصة وأن 50% من سكان العالم من النساء حسب الإحصائيات العالمية. وأكدت ضرورة أن تتخذ الجهات المختصة خطوات مهمة لمكافحة العنف ضد المرأة، وكذلك توفير التثقيف الصحي والقانوني والنفسي لضمان العنف ضد المرأة على مستوى المؤسسات. لا بد من اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية المرأة يا أستاذ سعاد، كذلك تنظيم دورات وورش عمل في مجال حماية المرأة وحماية حقوقها ومنع العنف ضدها، كذلك نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخه للأبناء، أيضا توفير الدعم النفسي للمعنفات. الآن نحن وفقنا أوضاع المرأة بتفكير وتقدير من الأخ حاكم الإقليم لأن تكون المرأة جزء من الإدارة الأهلية في دارفور، وقريبا إن شاء الله ستجد إن شاء الله يعني عمل ممتاز جدا. التوصيات اللي قدمتها أختنا العزيزة دكتورة توحيدة والكلمات الطيبات من أختنا سعاد ومدين، إحنا إن شاء الله نعتبرها يعني قرارات إن شاء الله قريبا إن شاء الله إذا في عنف ضد النساء حصل المحنفات، سواء كان في أي قانون يساعد في استتباب الوضع لإخواتنا وأمهاتنا، والله احنا في حكومه تقليم اعتقد جاهزين يعني، وخدنا مدينه ممكن تتابعينا في هذا الامر انت بالذات. وفي السياق، نظمت نقابه الصحفيين السودانيين بالتعاون مع مركز الألق للخدمات الصحفيه، نظمت ندوه بعنوان العنف الاقتصادي الموجه ضد الصحفيات، ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. أشار عدد من المتحدثين إلى أن المدافعة من أجل تعزيز الحريات والحقوق ما تزال حتمية لخلق عالم أفضل يمكن جميع الناس من الحصول على الحرية والمساواة والكرامة، مضيفين أن نقابة الصحفيين السودانيين تولي مسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان أولوية قصوى، مضيفين أن النقابة ظلت تتابع العملية السياسية التي تجري حاليا وتتطلع لأن تقود البلاد إلى تحول ديمقراطي مدني حقيقي. ترأس والي شرق دارفور مع وزراء حكومة الولاية الدوري وناقش الاجتماع تقارير الأداء الخاص بالوزارات إلى جانب مناقشة سير مشروعات التنمية بالولاية والمتمثلة في الطرق ومطار الضعين والتحديات التي تواجهها، فضلا عن الأوضاع الأمنية بالولاية. وأكد أمين عام حكومة ولاية الشرق دارفور موسى سليمان أن الاجتماع قرر عقد جلسة مخصصة لمناقشة ميزانية الولاية. هذا الاجتماع ترفع فيه التقارير بالنسبة للأداء الوزارات ثم المحليات، ومن ثم الاستماع إلى هذه التقارير وإصدار التوجيهات من السيد الوالي
أو من الحكومة عموما، ثم كذلك الملاحظات ليعمل بها الجميع في المرة الجاية. ثم في بداية كل اجتماع تستعرض هذه التوجيهات التي مضت في الاجتماع السابق ليرى الناس هل عمل بها الجميع أم لم يعمل بها. دشنت وزارة الصحة الاتحادية القافلة الطبية المتكاملة التي سيرتها قوات الدعم السريع لولاية شمال دارفور للمتأثرين بحمى الضنك، وذلك برعاية نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو. وقال مدير إدارة الطب العلاجي بالوزارة عصمت مصطفى يوسف إن هذه القافلة تحتوي على أجهزة للإصحاح البيئي والأدوية والمستهلكات الطبية المختلفة التي تساعد على محاربة حمى الضنك والملاريا، مشيرا في هذا الصدد إلى مرافقة فريق طبي لتعزيز الوضع الصحي هناك. من جهته قال سليمان عبد الجبار مدير الدائرة الطبية لقوات الدعم السريع إن هذه القافلة الصحية تعتبر امتدادا لم مريت على القافلة يعني كلها، وهي بتقدم يعني خدمات صحية متكاملة من خدمات علاجية وخدمات وقائية وخدمات تعزيزية، يعني نقدر نقول عليها قافلة شاملة. وصراحة أنا بقول أن القافلة دي جات في الوقت المناسب، وهذه القافلة تادي امتداد لمجهوداته ومجهودات كل مؤسساتنا في المنظومة العسكرية في المنظومة المدنية وزارة الصحة في سبيل تقديم الرعاية الصحية للمواطن لكل الناس المحتاجين لها في مختلف ولايات السودان. الشكر أيضا لوزارة الصحة الاتحادية وزارات الصحة الولائية التي ظلت تقدم الإسناد وتقود العمل الصحي وتشكل حضور دائم في كل المحافل وكل المناشط التي تقوم بها قوات الدعم السريع فيما يلي جانب الصحة. هذه القافلة تجي بناء على توجيهات ورعاية كاملة من السيد نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع. تم تجهيز هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل التي تتجه إلى ولايات السودان المختلفة للوقوف مع المواطن السوداني في شتى المجالات. اكتملت برئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم مراسم إجراءات التسليم والتسلم بين الأمين العام السابق للمجلس حنان الحاج حاكم وعوض حامد الأمين العام المكلف الحالي للمجلس. وأشاد ممثل أمانة حكومة الولاية بأداء الأمين السابق للمجلس، وتمنى يشهد المجلس في العام القادم طفرة في التنمية والشباب والرياضة والتدريب، فيما امتدح عوض حامد جهود الأمين السابق وبصماته الواضحة في إعداد خطة وموازنة العام 23 و2000، وأكد مواصلة قيادة مسيرة المجلس بكل تجرد ونكران الذات، وسيسعى سعيا حثيثا لتحسين أوضاع العاملين بالمجلس، فيما للمجلس عن سعادتها بالفترة التي قضتها بالمجلس، وتمنت التوفيق للأمين العام الجديد، وأكدت بأنها رهن الإشارة لأي استشارة أو رأي يخدم مصلحة الشباب والرياضيين، وقدمت شكرها لكل العاملين بالمجلس. رأس المدير التنفيذي لمحلية يومبدا مستور أحمد عبد الماجد الاجتماع الخاص باللجنة العليا لافتتاح مشاريع التنمية بالمحلية للعام 2022، واستعرض الاجتماع المشاريع التنموية التي تم تنفيذها ومشاريع التنمية المستمرة. وأشاد المدير التنفيذي بالجهد المبذول في تنفيذ مشروعات مقدرة في مجال خدمات التعليم والمياه والأمن وتقديم جهد كبير ومتوازن بالرغم من التحديات التي واجهت المحلية، والتي تمكنت من تحقيق ربط التنمية بنسبة 100%. الموازنة المالية بصرف مبلغ 1,329,000,000,000 جنيه بالتركيز على تكملة المبنى الإداري الأول برئاسة المحلية، إضافة إلى مشروعات التعليم وصيانة الطرق واستاد المصارعة الحرة.
احتفل الاتحاد القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مدرسة علم النفس ورياض الأطفال بجامعة الأحفاد للبنات باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار لا إعاقة مع الإرادة. وأشارت نجوان مصطفى إلى تفعيل القوانين المحلية والدولية من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقالت إن الاحتفال يضمن كذلك الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فيما أشاد رئيس الاتحاد القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجهود المجتمع والجامعات بالإيفاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعا إلى إشراك كل قطاعات المجتمع من أجل التوعية والتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا وأكد أن الاحتفال يشتمل على أنشطة وبرامج ثقافية وفنية تتضمن التوعية. عميدة كلية مدرسة علم النفس دعت إلى تضافر الجهود من أجل حل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف. هو ديسمبر هو اليوم العالمي للإعاقة، ونحتفل بهم في هذا اليوم. فنحن بنتمنى إن ما نعتبرها احتفالية فقط، لكن عبرة وعظة ولفت نظر للنظر لقضاياهم ومشكلاتهم، ونحاول نجد الطرق عشان نحلها. أيضا بصادف اللي يتزامن اليوم ده مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهم أهدافهم نفس الأهداف للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، اللي هي بتتضمن الكرامة، الأمن، السلامة، يعني كل البنود الاتفاقية هي مطابقة مع حقوق الإنسان. ونحن الليلة يعني سعيدين جدا لأنه أخواننا في إدارة جامعة الأحفاد وبالتحديد كلية علوم النفس الليلة هم محتفلين معنا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن اليوم العالمي ده بيقام يعني من جمعية الأمم المتحدة يوم 3 ديسمبر، وهم يعني كانوا حريصين على أنه يشاركوا الأشخاص ذوي الإعاقة احتفالاتهم وأنشطتهم وبرامجهم. قام راعي المبادرة المجتمعية التنموية في السودان الشيخ الطيب الشيخ برير مرشد الطريقة السمانية سجادة خور المطرق بزيارة إلى منطقة سنيتا جنوب غرب الدويم ولاية النيل الأبيض. كان في استقبالهما العمدة أحمد النور والشيخ حسن البخيت ممثلين لشيوخ وإدارات المنطقة. تأتي الزيارة التفقدية للمنطقة في إطار ربط النسيج الاجتماعي ومعرفة أحوال المنطقة والاحتياجات والتحديات التي تواجهها، كما تجيء ضمن اهتمام المبادرة المجتمعية بالمجتمع وقضاياه الآنية الإنسانية وضرورة رفع القيمة في الإنسان والمجتمع، وأن يخدم الأفراد أهلهم ومجتمعاتهم للمحافظة على الموروث والعادات والتقاليد التي نشأ عليها المجتمع السوداني. البرهان يعود إلى البلاد بعد مشاركته في أعمال القمة الصينية العربية بالرياض. الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي تعلن دعمها ومساندتها للاتفاق السياسي الإطاري. والي الخرطوم المكلف يقف على المراحل الأولية لتأهيل مركز أبو حليمة للتنمية المجتمعية ببحره. نأتي بهذا مشاهدينا الكرام إلى نهاية المشهد الإخباري قدمناه من فضائية الخرطوم. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله.